بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن احتراف صيانة الهارد ديسك مع برنامج WDR UDMA الخاص بالهاردات الويسترن ديجيتال. وبإذن الله هنتكلم من البداية خالص، من اول ما نفتح البرنامج وازاي نتعامل مع الهارد وازاي بنعمل فورمات بليس وجليست وسلف سكان وكل حاجة ان شاء الله في البرنامج هتناولها بالتفصيل، درس درس وجزء جزء ان شاء الله مع بعض. دي الواجهة الافتتاحية بتاعة البرنامج اللي هو ال WDR. فالأول أهم أمر عندي اللي هو من قائمة أوبشن، بحدد البورت اللي راكب عليه الهارد، هل هو برايمري على المذر بورد، هل هو برايمري أو سكندري أو كاستم أو اليو اس بي الكاستم. منها بحدد معايا، بحدد المكان اللي راكب فيه الهارد على البي سي اي، اللي راكب فيه الهارد في المذر بورد، بعمل سكان للبي سي اي بيجيب لي كل البورتات المتاحة عندي. وطبعا البرنامج ده بيتعامل مع الشيب الفرعي على طول، فبيحدد لي على طول من الشيب الفرعي والاي دي هات والريسات والداتا الهاردات اللي راكبه عندي وعلى اي بورت معين بالظبط. بختار نوع البورت اللي عندي اللي راكب عليه الهارد اللي هشتغل عليه، بعد كده بقول له اوكي. الهارد البرنامج على طول بيحدد معايا نوع الهارد والموديل بتاعه وبيانات كتير عنه. بعد ما اخترت البورت اللي راكب عليه الهارد من قائمة اتش دي دي، بلاقي عندي اختيارين مهمين جدا، هو ال دبليو دي مارفل، وده خاص بنوع الهاردات اللي هي الداتا 1 والساتا 1 اللي هي على شكل حرف ال. ال دبليو دي رويال هو خاص بالهاردات الرويال او عائلات الهاردات الرويال اللي هي الساتا 2 والداتا 2 او الساتا 2 والداتا 2. الهارد اللي بنشتغل عليه ده 160 جيجا، الساتا 2 البوردة بتاعته من عائلات الرويال، فبختار رويال. بلاقي البرنامج فتح معايا على طول واداني القائمة اللي هتعامل منها او هتعامل بيها مع الهارد ديسك بتاعي. اول ما بيفتح معايا بلاقي عندي معلومات كتير عن الهارد، زي مثلا موديل الهارد، زي اصدارات موديل الهارد زي ما هو واضح قدام حضراتكم، اصدارات الفريم وير بتاعته او الفيرم وير فيرجن، السيريال نمبر الخاص بالهارد، البورت اللي راكب عليه الهارد، اللوجيكال السلندر، الهدود، السكتورات وهكذا، العائلة بتاعة الهارد والعائلة الخاصة بالهارد. هنتكلم ان شاء الله خطوة خطوة عن كل امر من الاوامر الخاصة بالبرنامج، وهنبدأ من اول امر identify، وده خاص بعرض المعلومات عن الهارد. فمثلا لو عملنا clear اللوج الموجود حاليا ودوست على امر identify، بيجيب لي كل معلومات الهارد الخاصة اللي عندي، سلندرز، الهدود، السيكتورز، ال LBA، المساحة الكلية 160 جيجا، الفاميلي، الموديل وهكذا. الامر الثاني هو امر سمارت، وده بيجيب لي معلومات عن السمارت الخاصه بالهارد زي ما حضراتكم شايفين كده، بيفتح معايا مربع. اللي بيهمني في السمارت عموما، السمارت ده معناها كل بيشيل اكتر من 30 فاكتور او 30 عامل من عوامل السمارت. السمارت معناه كل حاجه عن الحاله بتاعه الهارد ديسك. اللي بيهمني فيها تلات اوامر بالظبط، هما اللي بتعامل معاهم عن الهارد. اول امر اللي هو الرقم 5، الاي دي رقم 5، وده خاص بالري الوكيتد سيكتورز كاونت، ولازم القيمه تحت رو لازم تكون صفر، ولازم لغاء صفر او واحد او اتنين، المهم تبقى اقل من 50. اذا زادت عن 50 دي بتبقى المشكله، هو افضل قيمه ليها الصفر. الامر الثاني هو الامر الخاص بدرجه الحراره او الاتش دي اي تمبريتشر، وعندي مثلا في الهارد 34 درجه، المفروض ان افضل حاله ليها وافضل قيمه ليها بتبقى من 20 ل 40 درجه مئويه. الامر الثالث هو الامر السي ار سي ايرور كاونت، وده المفروض يبقى عندي تحت الرو بتاعه يبقى صفر، كده معناه ان الهارد بتاعي تمام والسمارت بتاعه جود والحاله بتاعته كويسه جدا كمان. ولاحظ ان انا بعد ما اخترت امر السمارت بيديني رساله جوه البرنامج بيقول لي ان السمارت بتاعي جود والحاله بتاعته كويسه جدا. ده بالنسبه لامر السمارت. بالنسبه للفاكتورز العامل بتاعته، اللي بيهمني مره تانية الاي دي هات، الاي دي رقم 5 والاي دي رقم 194 والاي دي رقم 199 الخاص بالسي ار سي ايرور كاونت. الامر الثالث اللي هو السوبر ريسيت امديت، وده خاص بعمل ريستارت الهارد باور، بيعمل ريستارت باور للهارد. الامر الثالث وهو الامر اللي بستعمله بنسبه 90% في التعامل مع الهاردات، وهو قائمه الفلاش اوبريشن، بتظهر بمجرد الضغط على قائمه الفلاش اوبريشن. بتتكون النافذه بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين من امر ريد، وده خاص بقراءه الروم الخاص بالهارد او الروم بتاع الهارد. مجرد ما بضغط عليه بتطلع لي رساله ان هو تم عمليه القراءه بنجاح. وطبعا بتتقري في ملف اسمه ورك 1 داخل على البارتيشن السي، وهنشوفه كمان شويه باذن الله. الامر دمب هو بيقوم بقراءة الروم لأي هارد أو لأي باك أب لروم هارد كونت
وكنت اخذته من شوية وكنت اخذته قبل كده. طبعا ده الهارد اللي بشتغل معاه زي ما حضراتكم شايفين، ادي الموديل وادي الموديل اللي موجود معايا. ده الروم بتاع الهارد، دايما بياخد 4 ارقام، وبقول له اوبن، بيظهر معايا حضراتكم شايفين نافذة فيها الروم اللي انا كنت اخدته من شوية الخاص بالهارد بتاعي. الامر التالت هو امر رايت، ده بيقوم بكتابة الروم لاي هارد. انا عندي الموديل، عندي الهارد بتاعي عايز يتشحن سوفت، بختار امر رايت وبعد كده بقول له يس، وبحدد من القائمة اللي بتطلع، القائمة الفرعية اللي بتطلع، بحدد منها الروم اللي هيتكتب وبضغط على امر اوبن. في الحالة دي بيقوم بكتابة الروم للهارد وبيقوم بشحن الهارد في ثواني معدودة، في اقل من الثانية. الامر ريبير بيعمل او بيقوم بعمل ان هو بيصلح السوفت بتاعي، بيصلح الموديولات، بيصلح الموديولات التالفه، بيصلح السوفت التالف، اي مشاكل في الفريم وير بتاع الهارد بيصلحها بزرار، بزر واحد اللي هو زر امر ريبير. قامت روم موديولز، منها بشوف الموديولات اللي الخاصه بالروم، الموديولات الخاصه بالروم والايديهات بتاعتها موضحه بالشكل كده، بالشكل التالي. امر ريد يقوم بقراءه الموديول اللي هو اللي انا مختاره. يعني مثلا لو انا اخترت مثلا موديول له 0 بي ودوس كليك يمين واخدت كليك يمين واخدت امر ريد، هيقرا لي الموديول ده بس. الامر رايت بيكتب الموديول الحالي، الامر شيك بيعمل شيك للموديول الحالي، ريد اول بيقرا كل الموديولات، شيك اول بيعمل شيك لكل الموديولات. انا ممكن اعمل شيك اول كده واشوف كل الموديولات كله تمام، كله سكسس. ممكن اخد نسخة من كل الموديولات، بختار امر read all عشان بيختار لي كل الموديولات بتاعتي، بيعمل منها باك اب او منها سوفت. طبعا هو مديني رسالة ايرور لاني بستعمل برنامج تسجيل تقيل جدا شوية، فبيديني رسالة ايرور لكن هو قرا كل الموديولات صح. الامر التالت هو خاص بالاركو، الاركو ريزيرفد اريا، ممكن بختار مين وبقول له كريت عشان يعمل لي كريت للاركو ريزيرفد اريا. وبكده نكون انتهينا من شرح قائمة الفلاش اوبريشن، ونلتقي على خير في الدرس القادم ان شاء الله.